سلام البنات، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم وصفه البقلاوه، وصفه سهله للمبتدئات. راح ندير لكم انا ومرت خويا. مرت خويا تخدم البقلاوه، تخدم الكاطو، يعني واش تحبوا. راح نخلي لكم النيميرو تاعها في صندوق الوصف. شوفوا، عطيت لكم كامل كامل النصائح للمبتدئات، يعني مستحيل وحده تجرب هذه البقلاوه وما تنجح لهاش. عطيتكم حتى السر تاع الحشو باش يجيكم معسل، يجيكم والبقلاوه تاعكم تجيكم مقرمشه كيما راكم تشوفوا. تقعد لكم الاطول مده ثاني هكذا الحشو ما يصرى له والو. هو الفيديو راح يكون شوي طويل، بس حنا تعمدت نخلي كامل النصائح اللي قالتهم باش هكذا اي وحده مبتدئه تقدر تجربها بلا ما تخاف. في الاول كان شويه برك الصوت ماهوش مليح، حبيت نهدر فيه انا، من بعد نخليها هي تهدر. لهنا واش دارت؟ عندنا كيلو فارينه، انا استخدمت فارينه تعسيم، وعندي 250 غرام مارغرين، عفوا السمن تاع المدينه. الحاجه الاولى غربلت الكيلو تاع الفارينه كما راكم تشوفوا، كيلو قد قد البنات هاني فرغته قدامكم، مع قرصه ملح. الملح ثاني البنات غربلوه، لازم الفارينه والملح يتغربلو، نخلطوهم مع بعض. من بعد نوليو نزيدو هذاك السمن، السمن يكون ذايب وبارد، لازم بارد البنات. من بعد نخلطوه هكذا، لازم نبسو هذيك العجينه تاعنا، نبسوها بين يدينا برك. لازم الفارينه تاعنا تشرب هذاك السمن، تشربو مليح مليح باه نروحو نزيدو الماء والماء زهر يكونوا دافيين. لهنا الماء والماء زهر انا درتهم دافين، هي حتى مالفه بها عادي، قالت لي حتى وكان ما نديرهاش نديرهمش دافين ما عندها ما يصرى لها. بس انا قلت لها كمبتدئات من الاحسن انهم يديروه ماء والماء زهر دافي البنات، دفيوه برك ماشي تسخنوه وتغليوه، يكون دافي. ونبداو نزيدو هذاك الماء والماء زهر بشويه بشويه حتى تولي عندنا عجينه ما تكونش يابسه، ما تكونش طريه كيما عجينه الصابلي، تكون حاكمه روحها برك. نبداو نزيدو بشويه، عندكم البنات روحوا زيدوا على ضربه. شوفوا كيلو تاع فارينه و 250 غرام مرقه سمن عفوا راه يتخرج لكم. حتى لا درتو في البلاطو اللي درنا فيه حنايا تاع 40 على 30 سنتيم، راه يتخرج لكم حتى ل 60 حبه 65 حبه. هذه هي خاطر على حسب التقطيع، راح تفهمكم من بعد باش لهنا ديروا برك حسابكم. شوفوا لهنا لازم تخلطوا الماء زهر والماء مع بعض وتخلطوا وتزيدوا بشوي، ولا ديروا كيما راهي دير هي. سما هي قالت لك عودت مالفه بها طول، قالت لك ما نشتيش نخلط. هذا مكان من بعد شوفوا لمتها، شوفوا القوام تاع العجينه، حطيتها لهنا قولوا دلكتها واحد الخمس دقائق برك باش هذيك العجينه تدخل في بعضها. ما تقطعوش العجينه البنات، ادلكوه فقط كما راكم تشوفوا. هذا مكان هي كل مره تمس تشوف فترات ولا باش تحبس عليها. من بعد نوليو نقطعوها لخمس كريات ولا سته، نديروها في ساشي ولا في بابي فيلم ونخليوها تستراح. ليه مش مزروبه بها البنات؟ خليوها ليله كامله للمبتدئات، يعني البنات ديما نقولكم خليوها ليله كامله. لي ماهيش ولي مزروبه بها تخليها من ساعه حتى لساعتين باش تبدا تخدم، باش هذيك العجينه تاعها تنطرى. وهذا هو القوام تاعها، شوفوا كيفاش تجي طريه. ودوكا نروحوا للحشو. البقلاوه من ديروا لها حبيتوها تجي بنينه بزاف، ديروا لها الكشور الكاكاو تاعها، خليوه شويه فيه كشور كيما هكذا. سما ديما كي ترحيو ينحيو شويه، بصح خليو الاكثريه، خليو الاكثريه تاع الكشور يترحي هكا. الكشور راهم يطلقوا بنا في الكاوكاو، تجي البقلاوه تاعكم بنينه. وحاجه شوفوا البنات، هذه الحشوه قلنا الكاوكاو تاعنا قديناه، خليناه برد ما نحيلالوش الكشور كاملين، نحيلالو شويه وخلينا شويه. هذوك الكشور قلنا راهم هما اللي يديروا يزيدوا يبنوا الكاوكاو تاعنا. نديروا 3 كيلات تاع كاوكاو، 3 كيلات تاع كاوكاو وكيلة ناقصه تاع سكر. يعني درت هنا 2 كيلات، ها هي الكيلة نعطيهم 3 كيلات تاع كاوكاو، درنا كيلة ممسوحه والكاوكاو دوكا السكر. السكر ها لازم ديما كيلة ناقصة. ليش نديرو الكيلة تاع السكر ناقصة؟ باش متيبس لناش لافارس. كي ديري الكيلة كاملة تاع السكر راه يجي لافارس تاعك يابسة.
الكاوكاو البنات اللي هنا يكون مرحي متوسط رايح للرقيق، ما يكونش رقيق غبره وما يكونش خشينه البنات. حنايا هذا البلاطو تاعنا وفيه 30 على 40، 30 على 40. هز كيلو 200 نفر تاع كاوكاو، هزلنا كيلو 200 غرام البنات باش ديروا حسابكم في البلاطو تاع 30 على 40. ما عندوش ميزان ولا مش عارف كيفاش تهزلو كاوكاو، ارحي الكاوكاو تاعك فرغيه في البلاطو، هو نظيف فرغيه في البلاطو وشوفي تاع ديري سمعك هكذا وتشوفي العلو تاعك هكذا حبيتو ولا اقل ولا اكثر، انتي اللي تتحكمي في العلو. كيما راكي حبيتها عاديه تكثري، حبيتها نورمال هاكي ديري عادي، حبيتها واطيه ما تكثريش كاوكاو، هذيك انتي وكيفاش راكي. نروحوا للمنكهات لهنا، عندها مغرفه صغيره من عطر اللوز، مغرفه صغيره بركه البنات ومغرفه صغيره فاني. من بعد لهنا ولات خلطتهم مليح مليح وتبدا تزيد في المزهر. دوكا باش تبليها بالمزهر البنات، ما تكثروش المزهر، ما تكثروش المزهر. كاينين اخرين يديروا غلطه كبيره في هذاك، ما تقول لك اي جاتني يبسه اي خرج لي لافارس على البقلاوه من الفوق، ليه؟ لخاطرك شي كثروا المزهر يحكموا يبلوهاك شغل راهم دايرين لافارس تاع بقلاوه تاع عريش ولا كعيك عيات ولا هي. ها البقلاوه تحب تتفتل برك بالمزهر، حنا نقولوا نفتلوها، ديري شويه برك مزهر وتخلطيها شغل تدخلي تشمخيها برك، ما تكثري لهاش. ديري بشويه وشوفي، ما تروحيش تزربي تكبي قرعه من بعد تقولي كي نديرها. شوفوا يدكم من تحت وقلبوا الفوق باش حتى التحتانيه كاينين تشمخ، ما تشمخش غير الفوقانيه والتحتانيه تقعد يابسه. شوفوا البنات ها مانيش مكثرت لها مزهر، وتخليوها تروبوزي بعد كي تجيو تفرغوها شفتوها لقيتوها نشفت بزاف تقدروا تزيدوا لها شويه مزهر، كان حتى مشكل بصح باش تشمخوها تشمخوها بزاف راه تتحرق لكم اول حاجه، ثاني حاجه تخرج لكم من الفوق، راه من بعد البقلاوه تاعكم تتفلك وتخرج لافارس كمان من الفوق. راكم تشوفوا كفاره مفتوله برك. من بعد نغطيوها لهنا ونخليوها يبات. دوكا البنات بعد ما روبوزيت لافاتيرنا اول حاجه نديروها نذوبو السمن تاعنا والبلاطو ندهنوه مليح البنات، لازم تدهني مليح 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 البلاطو باش الكوشه التحتانيه ما تلزقلكش. شي دوكا تدهنو غير تحت وتخليو لي كوتي، لي كوتي كاملين لازم. ها هي البنات لافات بعد ما ريحت، وقد ما تريح قد ما تعاونك اكثر. بسم الله. شوفوا البنات كاينين اللي يحب يحلها بلانشا، كاين تحب تحليها بلانشا، يعني في زوج ملاح، بصح كي تحليها بلانشا لازم لك تكثري شويه سمن بين الطبقات باش تجيك مورقه، سما تورقيها بدل من نشا تورقيها بالسمن، هذا هو الفرق برك. وتقدروا تحلوها بالحلاله ماشي لازم يخلي الماشينه، نورمال عادي تقدروا تحلوها بالحلاله، باش تحلوها بالحلاله لازم لكم نشا بزاف وتكون عندكم شويه لافورس ويلا هذا هي برك. ولازم رقيقه، لازم ترقيها قد ما تقدري. دايما تبداو بالرقم الاول، جامي تروحوا طول تصوتيو زوج ولا ثلاث ارقام، لازم تبداو بالاول. شوفوا البنات كي عاد تطريب كيفاه راهي مسهله عليا، المهم تكون جات يابسه تكون صعب لك ما في الحلال تكون صعيبه. وثاني ديما خليوها تستراح هذيك تاع ربع ساعه، انا ما ننصحكمش بها كما يقولوا ربع ساعه، تجينا قد ما تستراح عليها من احسن تبات، هي كي تبات تجيك سهله بزاف. تجيك تحلوهم كامله العجينه كامله في الرقم الاول وتغطيوها وتبداو تمشيو بالرقم، تحبوا تمشيو بالشويه هذيك كانت ما كيفاه تحبوا تمشي،
انا دوك نمشي بشويه باش نحل بالوحده. دايما النشا هذا اللي يحب يحلها بنشا، ها دايما ما تنساوش النشا. هنا باش نسقمو الشكل هذاك وما يجيوناش هذوك المثلثات اللي في الاخر، ها نوليو نعدو نحلوها شويه ونعدو نقلبوها في الماشين. شوفوا ها كامله كملوها بنفس الطريقه، اخر رقم هو الاخر تاع الماشينه. انا عندي الرقم الاخير في الماشينه تاعي هو 7، تكملوها حتى الرقم الاخير خلاص تاعكم. سما يبداو يحلوا بالان بعد بالان بعد بدو طروه رايحه حتى تلحقي للرقم الاخير تاعك. الرقم الاخير تاعك هو هذاك هو الاخر، من بعد تبداي تحطي في البلاطو تاعك عادي. دوك نكملوا لافات كامله ونعطيكم كيفاش تبداو تحطوا تاعها في البلاطو تاعك. شوفوا البنات انا حليتها كامله للرقم اللي قبل الاخير، دوكا قدامكم نحل الرقم الاخير ونحط ديريكت في البلاطه. وكيما درت من قبل راني دهنته مليح، ودرت دائما كيما قلت لكم من قبل راني دايره بين كل طبقه وطبقه نشا. كي تجي تحطيهم ها راني مديره نشا، واللي حليتيها الاولى هي اللي تبداي بها. ها كي تخلصوا فوق وتحطوا فوق بعض تخلصوا عاودوا قلبهم باش تبداو باللولى خلاص، ماشي تروحوا تبداو بالاخرى وتخليو الاولى تولي تطلق لكم فوق بعضها. تنزل بسم الله. دائما دخلوا هكذا كما حنا تمشيو بصبعكم باش الهواء اللي داخل ديجا يخرج، وما كما حنا بعدا كيدير الحشو ما يسيحلكش وما يتحركش. هذه الحواشي دائما ها كي تخلصوا باش هاد لي شيت كي ما تفيكمش الحواشي هذا لافات من بعد هاد لي شيت تاع الحواشي ما طيشوهمش. دائما كي تخلصوا لموا في الشعر ها غاسلين بالشعر تقعد طريه، كي تخلصوا عاودوا عدنوها شويه وحلوها عادي. سما ماشي تروحوا تعيشوها والله ما تنطاش. انا فارق صوت هذه شويه طويله بزاف ها نقدر نقص. هاي لهنا قصت لكم خير باش اللي يخافوا منها قصوا وحلوا، سيرتو اللي يكون وحده مثلا تغلط دير لافاتيحه طريه بزاف، كون ديرها هي طويله هكذا بزاف تولي تلزق لها في بعضها. ميم دير النشا وتكثر النشا وتلزق لها في بعضها، صح كي ديروها تكون طريه برك ماهيش هي كيما حنا جايه اي تساعدها باش يشوفوا برك. قداش يديروا من تحت الطبقات؟ من الاحسن 7.
خاطر ديما الطبقه التحتانيه معرضه للنار، سمحيو نديرو فيها الطبقات بزاف. ياك يعد بلاطوك مليح ويطيب مليح وتدهني بلاطو مليح اي ما تغزكش. شوفوا البنات هذا البلاطو شريته 40,000 هذه الساعه وعجبني، ماهوش خفيف وماهوش ثقيل. ميم تعمر سخويا ثاني بخيف كيفو، ثاني طيب يسخف، خاطر ثاني من نوعية تاع البلاطو تلعب دور كبير. تلعب دور كبير، كاينين نوعيات يلزقو وكاينين نوعيات يحرقو وما يطيبوش. ما تهمكمش انا كيما ما حكيتش للاخر، عادي نورمال، لاخاطر شريت تحاشي اصلا تروح حويشي في النص في النص في النص صح، اوبليجي لازم تكون مجموده. ميم يكون تقطع ولا مثلا تجيك تقطع لهنا عادي، نحي طرف من صغير حاول تسكرها، بصح باش تخلي عندك محلوله ما تخليهاش محلوله، لاخاطرش قادر من بعد تكون وحده تجي من قطع لوحده تدخلها فرص بين هذه وهذه تتحدر لتحت. دوكا نكملو كامل بنفس الطريقه. نفس الطريقه قلنا سبعه دايما تخافوا، لان هذه اللي درتها هكذا دوكا اللي جايه نديرها هكذا، ما نديرهاش نفس الـ نفس الطريقه احنا اللي ثاني حاجه لازم هذه مرحلة أساسية ما تنساهاش. لازم 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 مش تدهني دهنة خفيفة تعك فيها قطع في الكيسو، ديري ديري السمنة مليح، السمن هو اللي يورقها. أنا قلت لكم قادرين تورقوها بالسمن وحده بلا ما تحلوها بنشا، هو صح في السمن صح وكله هنا في السمن. كي ديري السمن تاعك مليح تورقيها بالسمن مليح راح يجيكم ورقة بالصح. دوكا كيما قلت لكم من قبل الطبقة الثانية هاي تتعكس، ودايما قبل درناها طوليا دوك نديروها عرضي، تولي عرضي فهمتي، ولي من وراها تولي ثاني العكس طولي، سما مرة طولي مرة عرضي. حتى نلحقو قلنا سبع طبقات، اللي يحب يديرها من تحت سبعة من فوق خمسة يقدر يديرها من تحت ستة من فوق خمسة. هذيك شوفوا نتوما كيفاش تحبوا العلو تاعها، بصح هي من الاحسن التحتانيه ديما ديروا بزاف سبعه خير، سبعه ولا سته، خاطر التحتانيه خي ديما معرضه لها. ها ما ديروش تحت ست طبقات. دوكا هنا خلصنا الطبقه الاخرى اللي قبلنا فارس، هذه سته هذه سته درنا سته، ما درنا سته البنات ما درناش سبعه. دوكا واش نديرو؟ ها بالنص ها نثقبوها، هذه العمليه اللي باش تخرج الهواء، الهواء اللي بين الطبقات كش ما كاين هواء يخرج، وما نطون في الطياب الداخل كتير في الطياب هذو الثقب هذو يساعدوا الحراره هذيك اللي الداخل صافي تخش الحراره بين الطبقات باش تنتفخ. دوكا هنا نديرو لافارس تاعنا، وثاني حاجة أنا الطبقة هذي أنا ما ندهنوهاش بالسمن، تقعد هكذا ناشفة. الطبقة الأخيرة جامدة تدهن. الطبقة الأخيرة ما تدهنوهاش البنات بالسمن تاعكم. دوكا نجيب لكم لافارس تشوفوا كيفاه ولات. شوفوا البنات بعد ما روبوزا هذاك الكاوكاو، قلت لكم قبل كي روبوزي إذا لقيتوه نشف ما تخافوش مني، كيما أنا أني درتها أنا في بالضبط ما درتها. باش ما حبيتش نكثر شويه المظهر تاعي، باش نعتلكم كي تنشف لكم كيفاش تعاودوا تزيدوا تبخوها بالمظهر تاعكم، سما كي تلقاوها ولات نشفت هكذا ما تخافوش منها عادي. دوكا نزيدو لها شويه برك تاع المظهر ونعاودو نفرشوها في البلاطو تاعنا. حلو برك هذوك الكرابع اللي يتشكلوا تاع الكاكاو والسكر.
دايما نخدمو في حاجه مستعاه احسن. ها دوك نعاود نبقى برك شويه ما زهر كيما درنا البيف. الناس طايفين نقولوا مفتون مفتون ومنه ومنه غير يقولوا مزربع. ها كيما في العاصمه هذاك يقولوا مزربع، يقولوا تجي الحبه مزربعها كيما الطعام وكيما. ها بنات تفرغوا بشويه، ما تزربوش تفرغوها كامله، تفرغوا بشويه وخدموها، مشيو بيديكم. ها وما ترصوش، مشي برك راكم كي ترصوا ثاني شغل راكم تروحكم تعجنوا فيه، يولي كي تضغطوا عليه هكذا كم بعد يولي يجيكم يابس. ها البنات شوفوا كيفاه سقمتها كامله على استواء واحد وجات قد البنات كامله قد هذيك الكيلو 200. ها كامل كيلو و200 غرام هذا يجي هنا عاليه، حبيتوها ما تجيش عاليه تقدروا تنقصوا. دوكا كل وحده والضبط تاعها، كاين اللي يحب البقلاوه عاليه كاين اللي ما يحبهاش عاليه. دوكا البنات راح نعطيكم انا السر تاعي باش لافارس تاعكم تقعد طريه تقعد اطول مده وهي طريه بلا ما تيبس، وباش كيما حنا تقعد من الداخل معسله. انا السمن بعد ما نفرشها كامله في البلاطو تاعي، ها واش ندير، نحاول ندير لها كامل نقيسها كامل هكذا بالسمن. ها كامل حاولوا تقيسوا يسمى الحشوه كامله. ها ماشي من المغرفه ما نقولكمش سقيوها كيما هاك بالبانسو برك بالبانسو، ونحاولوا نقيسوها كامله. ها هكذا دوكا البنات نبداو طبقات الفوكا كيما في الاول، مره طول مره عرض مره طول مره طول مره عرض نفسهم دائما مخالفه، حتى من لحقوا تحبوا ديروها سته كيما من تحت تحبوا ديروها خمسه. تخلصنا الطبقه الاولى كيما قبيل، ما تنساوش السمن لازم بين كل طبقه وطبقه السمن، ماشي كيما وصيتكم قبيل ماشي تروحوا تدهنوا هكذا دهنه خفيفه برك بالبنسو وبعد تقولوا ما جاتش المرقه، راهي تحب السمن بين الطبقات. ها راكم تشوفوا فيا وعايم. ها ها ديروا ما تخافوش منه. دوكا البنات نبداو في التقطيع، اول حاجه لي كوتي هنا في الحواشي. ها التقطيع يقيسو حتى نطراسي بها قبل. ها شوفوا نطراسي بها الحواشي كامل وباش نبداو نقيسو لي ملفع تقطع نورمال، هاي تعرف كيفاش تقطع لي ماشي ملفع تقدر بالمسطره، لازم بالمسطرة خالي تجيو الحبات قد هما بالمسطرة يجيوك الحبات كامل قد بعضها، اللي حبتها صغيرة تقدر دير ثلاثة ونص. ها ثلاثة ونص تجيها صغيرة، اللي حبتها مويا برك دير ربعة، نكيلوها ربعة نحطو فيها هنا ربعة وتمشي عادي. ها تكملي أربعة
حتى تطراسي هذه الجهه كامله، فهمتوني؟ ومن بعد نوليو العكس. دوك نكمل انا هذا الكوتي ونولي لكم العكس. شوفوا البنات، قلنا نغسلو دائما نطراسي بربعه ثمانيه، صافي نكملو كامل ربعه كيما حنا نديرو فيها ربعه ربعه. نطراسيو هكا هنا ومن بعدها نطراسيو برك البنات، ماشي نغسل انا، نطراسيو بزاف ما نقسموش بزاف حتى نكملو التقطع كامل، وباش ساعتك نولي بالموس نغسلوها لتحت. هنا لهنا قلنا طراسيناه برك خير البنات، دوكا لهنا لازم نقطعو حتى نلحقو لتحت. هاد العملية لازمة، خاطر شكون ما نقطعوش نخلي غير هكذا دوك تتفلك. دوك ندوكوها في الكوشة، داك السخانة كتنفخ تنفخ تطرطق، وهنا مشعلين الفور. ها لازم تكونوا مشعلين الفور 180 درجة البنات، ما تزيدولو ما تنقصولو، ولا عاد الفور تاعكم فونتيري. انا ما نصحكمش تخليو فونتيري البقلاوة، خليوها طيب كيما حنا شاعلينها من تحت، خليوها طيب سون فونتيلاتور، لا خاطرش فونتيلي خي تولي تطلع سخانه تحت قادره تطيب لك تزرب تحمر من الفوق، وهي من الداخل راهي مزيان تخضر. صافي شعلوا لها من تحت، خليوها طيب حتى تشوفوا هاد الحوايج تاعكم كامل وليو في الدوغي، كي وليو في شاف لاكولا الدوغي وتشوفوها من الفوق نشفت وبدات تصفار، ثم وين طفيو لها من تحت البنات وشعلو لها من الفوق. بيان سور عسوها كي تشعلو لها من الفوق، ما تخليوهاش ما تخليوهاش تشعل لكم من الفوق، الا خليتوها طولت بلا ما عسيتوها راهي خدمتكم كامله تروح تتحرك من سورتو في النص، هي دايما في النص راكم تعرفوا البنات ديالكم تزرف تحمر في النص. صافي كي تشعلو لها من الفوق خليوها دير، مش ما نقولكمش طبقه حمراء 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 بزاف، وما نقولكمش صفراء، هي تكون مويان برك سما دوغي، واحد الدوغي هكذا تكون باهيه. دوك نعتلهم فيها كي طيب ان شاء الله، راني نعتلكم كيفاه تكون. المهم ما تخليوهاش تكحي، هذا واش نقول لكم البنات. وما طيب تشعلولهاش من فوق ومن تحت مع بعضها، شعلوا لها من تحت كي طيب من تحت تشوفوها الطياب تاعكم باين، تبان هنا في ولات في الدوغي من الفوق نشفت وبدات تصفى، ثم وين تشعلوا لها من الفوق. دوكا بسم الله نبداو التقطيع. التقطع لازم تقيسو للكاع البنات، راني كي نحط الموس نحس بيه بلي خبط في البلاطو من تحت. صوفيا طلعي الفوق هاك باش تبان لهم برك. نبداو قبل بالليكوتي. دوكا البنات خلصناها في التقطيع، دوكا نشربوها من فوق في السمن. لازم تشربوها متشحوشة، متشحوش في السمن نهائيا من فوق، راهو هذا هو اللي يديرلها القرمشة وهذا هو اللي يحمرها. سما لازم سما ديريلها مليح السمن، لازم تكثريلها السمن قد ما تقدر، علاش راكم تولتو البقلاوة الأتراك راهم يكبولها. الا هنا نخليوها تستراح ولا من الاحسن تبات، لو انت ما كنتش مزروبين بها اخدموها خليوها تبات، غطيها وخليها تبات، ما تغطيهاش بالكتانه، غطيها بالنيلو سوا بابي فيلم ولا لا عندك سمان طواسيري تاع طواسيري هذاك تاع الضوابل هذا، وخليها تبات. ها غطي غنفيها بهذا وخليها تبات، اذا عدتي مجربه بها خليها تروبوزي ساعه ولا باش ما تتكمش لكش في الفور، لاخاطر شكون طيبيها ديري ثم تولي تتكمش.
السست راح. هذه هي تحطوها في الرف الوسطاني في النص، ما تحطوهاش الفوق، ما تحطوهاش لتحت تتحرق، ومن فوق تطول لكم بزاف. يسمها هاي راهي في النص كما راكم تشوفوا، راهي في النص دوكا هكذا. ها اي طابت لي من تحت راكم تشوفوا فيها ولا دوغي في الكوتي، ومن فوق هاي نشفت وبدات تصفار. دوكا لهنا انا واش ندير؟ شوفوا البنات دوكا انا هبطت الشباك تاعي حتى الرف التحتاني خلاص، وطفيت من تحت وشعلتها من فوق. هاني قلت لكم دوكا خلاص هاي صفارت لهنا في الكوتي، من فوق ثاني راهي صفارت. دوكا لهنا نحطها تحمر من فوق. بصح البنات عسوها عسوها عسوها. هاي البنات هاي طابت كيما قلت لكم، عسوها مليح من فوق. اذا شفتوها حمارت لكم في النص وليكوتي مازالت، ديروا لها اي حاجه تاع حديد مغط ولا حطوه في النص باش مازالش تكمل الطيب، وخليوها طيب على ليكوتي. كيما اذا حبيتوها حمار مليح خليوها تحمر مليح، حبيتوها دوغي كيما راهي خليوها دوغي كيما راهي. انا العسل البنات لازم يكون البقلاوه سخونه والعسل يكون دافي. العسل كي ديروه زيدوا له شويه ما زهر، ما ديروهش هكذا كامل ثقيل. انا شفت فراني يديروه كامل ثقيل وجربتها، يعني ما زادوش ما زهر، جربتها بصح النتيجه ما عجبتنيش ما نكذبش عليكم. انا نحب نزيد له دائما شويه ما زهر، ماشي نزيد له بزاف بزاف، نزيد له شويه برك. ها هكذا يكون القوام تاعو، ها يكون دافي البنات ماشي سخون. العسل اللي هنا البنات عندنا كيلو و200 غرام عسل. العسل العادي كيما راه ثقيل من الباط تحطيه في الطاوة تاعك، تحطي معاه الجوز تاعك وتخليه يغلي. لازم يغلي باش يسمك شغل يعقد لك. هذا مكان، وها تجي تحطي الحبات تاعك عادي. من جهة تقعد حبة الجوز تاعك تبرق، ومن جهة تلزق لك. ما تقولوش دوكا هكذا ما لزقتش، كي دوك يبرد العسل تحكم بلاصتك. ولا هنا البنات شوفوا بعد ما عسلناها مليح مليح خليناها ليله كامله شربت عسلها في عقلها. البنات عندكم تقطعوها قبل ليله كامله تشرب عسلها في عقلها، ومن بعد روحوا قطعوها. وشوفوا البنات ولا غير عطاتكم كامل اسرار نجاحها، يعني مستحيل ما تنجحش معكم. ولا هنا البنات هي تحسبها 8500 كيما راهي، يعني كي تكون كوكاو وفوقها جوزه راهي تتحسب 8500. وفي الأخيرة البنات نبقى نقول لكم غير بقاو على خير، دعواتكم ماما بشفا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.